صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا مني وصباح الفل أحراكم كلكم. في الحقيقة احنا سمعنا كتير عن فكرة العلاج بالفن، يعني العلاج بالرسم، العلاج بالنحت، بالموسيقى، لكن هل عمرك سمعت عن فكرة العلاج بالسينما؟ يعني هل عمرك رحت مثلا لدكتور بتقول له يا دكتور انا عندي مشكله نفسيه، فيقول لك حبيبي خد قائمه الافلام دي اتفرج عليها وبعدين نتكلم. ممكن تحس من كلامي ده انه هزار، لكنه بالفعل في حاجه اسمها العلاج بالسينما، وفي اطباء نفسيين بيطلبوا من بعض المرضى ان هم يتفرجوا على افلام معينه كنوع من انواع العلاج النفسي. واحنا بنتكلم على الموضوع ده قعدنا نبص كده ونشوف، لقيت ان الفكره دي موجوده فعلا من زمان، من ايام السينما الصامته. كنت قريت تقرير عن انه في الولايات المتحده الامريكيه كان في طبيب نفسي في مدينه بوسطن 1912 كان بيعرض افلام صامته على المرضى بتوعه عشان يخليهم يحرك مشاعرهم، يخلي عندهم قدره انهم يحكوا، يتكلموا عن الفيلم، يتكلموا عن مشاكلهم اللي بتواجههم من خلال انهم يشوفوا شخصيات موجوده في الفيلم نفسه ويحاولوا يطبقوا. ده حقيقي فعلا، يعني فكره العلاج بالسينما اصلا قايمه على ايه؟ قايمه على ان الفيلم بعناصره المختلفه، الصوت، الصوره، الكادر، القصه او الدراما او الحبكه، كل العناصر دي بتحرك مشاعر المشاهد. الاطباء النفسيين بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا جلسه مشاهده جماعيه، بيجمعوا عدد كبير من المرضى وبيتفرجوا مع بعض على احد هذه الافلام. بعد انتهاء الفيلم بيقعدوا او بيكونوا، بيكون المرضى هناك اكثر قدره على ان هم يعبروا عن مشاكلهم وعن مشاعرهم. وعلشان كده يعني طرحنا سؤال على صفحتنا، ايه هو الفيلم المفضل عندك اللي متفرج عنه بتحس فعلا انك مبسوط وان هذا الفيلم قدر ان هو يغير مودك؟ بالنسبه لك الفيلم ايه يا مني؟ قديم ولا جديد؟ كوميدي. يعني انا مش ماليش في الافلام الكوميديه قوي. يعني مش دي الفيلم اللي فعلا بيغسلك من جوه زي ما بقول. اقول لك حاجه، يعني في فيلم الواحد لما بيضيق بيه الدنيا بيدور عليه على اليوتيوب. تيمور وشفيقه. تيمور وشفيقه ده من الافلام اللي بحب تيمور وشفيقه جدا جدا، برغم ان هو مليان حاجات يعني مفارقات، غير المفارقات يعني لو حسبناها كده بالورقه والقلم يعني ما هوش نسوي خالص يعني. أي. لكن ما اعرفش بتبقى في مود كده وحاله الواحد بيحس بيها وهو بيتفرج على تيمور وشفيقه. بحب حقيقي. كمان قوي قوي فيلم الايدي الناعمه. بحب الحاجات اللي انا بقعد افكر فيها، يعني بتبقى شكلها ظاهر حاجه ولكن انا مثلا شايفه ان احمد مظهر والهجوم الكتير اللي كان عليه، وانا شايفه انه مظلوم جدا وهو كان بيحاول يدور على نفسه وبيحاول يجدد يعني انا شايفه انه لا، في افلام كده انا بحسها بتقرب مني. ده حقيقي. انت بتحب ايه؟ انا بحب كل عادل امام القديم. بصوا يا جماعه، الزعيم زعيم، وطبعا في مثلث وحيد حامد شريف عرفه عادل امام اللي احنا متعودين على الروائع فيه، لكن تعالى بقى ارجع لي شويه كده لورا، عادل امام يا جماعه كان في حته تانية خالص. البحث عن فضيحه، وهو وسمير صبري وصاحبي عبشاكور قال لك ايه؟ لا 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 لا، حته تانية خالص. بتتكلم في لصوص ولكن ظرفاء، تعبيرات وش عادل امام مع احمد مظهر هما بيسرقوا محل المجوهرات، خطير. المتسول، كل الافلام القديمه بتاعت عادل امام فتره الثمانينات تقريبا، ممكن نقول ثمانينات اواخر سبعينات، كانت حاجه في حته تانية خالص. وبعض هذه الافلام عادل امام ممكن ما يكونش بطل، ولكنه هو حقيقي هو اللي شايل الفيلم يا من. يعني انت بتستناه يجي. فكره الدور الاول والدور الثاني، الدور الثاني في منطقته لما بيتعمل صح بتلاقيه جذب الانتباه. أيوة. وفعلا خدم قصه الفيلم، فعلا في ناس عندها القدره انها تعمل كده. احنا نفسنا نطمن على الزعيم، بنقول للزعيم طبعا احنا محترمين انك يعني قاعد في فتره لوحدك عشان تستمتع باحفادك، لكن انت وحشتنا، يا ريت تطل علينا من اي منبر اعلامي وتطمنا عليك عشان احنا بنحبك قوي قوي قوي.
طيب انا عايزه اقول لكل مشاهدينا احنا النهارده هيكون معانا فقره مهمه عن استخدام الفن في العلاج خصوصا السينما، وهنشرح ازاي ان الفن ده لغه تواصل وازاي بيستخدموا الاطباء في التواصل مع المرضى علشان يقدروا يوصلوا لافضل النتائج. مش هننسى سؤالنا التفاعلي اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيينكم تجاوبوا عليه. مره تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.